وفي التعاون استقبل اليوم وزير العدل حافظ الأختام بالقاسم زغماتي وزيرة العدل والشرطة السويسرية كارين كيلر سوتر، لتتوسع المحادثات إلى وفدي البلدين، حيث أكد الطرفان عمق العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين وآفاق تعزيزها، ليتطرق بعدها الطرفان إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجال القانوني والقضائي وتكثيف تبادل الخبرات في المجال المؤسساتي والاستفادة من الخبرة والتجربة السويسرية في مجال محاربة الإرهاب وتمويله والاتجار بالمخدرات وتبييض الأموال. فاتفقنا على الرفع من سقف هذا التعاون للوصول به إلى مصف نوعية العلاقات الموجودة بين بلدينا. أما في مجال التعاون المؤسساتي فقد تم الاتفاق على تكثيف تبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال، وخاصة إفادة قضاة الجزائر بتجربة سويسرا في عدة مجالات، أذكر منها محاربة الإرهاب، محاربة تمويل الإرهاب، محاربة الاتجار بالمخدرات، وكذا تبييض الأموال. إذن كانت محادثات مثمرة وجدية. علاقات تاريخية متميزة تجمع سويسرا بالجزائر، تحدثنا على عدة قضايا لتعزيز التعاون القضائي بين بلدينا. سنعمل على تبادل التكوين من خلال دورات تكوينية بين الخبراء السويسريين والجزائريين، وذلك لمواجهة الجريمة والاستفادة من الخبرة السويسرية في المجال القضائي.